السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وهنا وسعادة كده يا رب. في فيديو النهاردة بإذن الله انا هكلمك على ذكر عظيم وقصير. هذا الذكر بإذن الله اذا قلته وانت مغلق عينيك قبل النوم 7 مرات بإذن الله وبفضل الله هترى بشارات وهترى خيرات لن تصدقها. من الفوائد والبشارات بإذن الله اللي هتعود عليك بعد ما تطبق هذه الفائدة وتقرأ هذا الذكر بإذن الله: أولا، جلب الرزق الكثير جدا جدا بإذن الله إلى حياتك، فبإذن الله هتلاقي الرزق بدأ يتدفق إلى حياتك بالكامل. تاني حاجة يا جماعة، هو لو انت بإذن الله عندك بعض المشاكل او بعض الازمات او بعض العقبات في حياتك، بإذن الله الله عز وجل هينصرك عليها مهما كانت المشاكل ومهما كانت العقبات اللي بتواجهك بإذن الله. طبعا يا جماعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مهمة جدا. لازم قبل ما تبدأ اي فايدة او قبل حتى ما تعمل اي امر لازم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده انا بدعوك ان انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعة، الفايدة دي فايدة عظيمة جدا وفايدة مهمة جدا. وعلى فكرة يا جماعة، الذكر العظيم والقصير اللي انت هتردده بإذن الله قبل النوم هو مأخوذ في حديث في صحيح البخاري، يعني هذا الحديث صحيح، جاء في صحيح البخاري. ومحتاج اقول لكم حاجة مهمة يا جماعة، وهو ان القناة من اول حاجة فيها لآخر حاجة فيها نحن نستخدم فيها القرآن الكريم والسنة النبوية وبعض الأذكار والأوراد التي لا تخالف الشريعة. وأنا أتحدى أي شخص يا جماعة يجيب لي حرف أنا قلته مش موجود أو لا يتوافق مع السنة أو لا يتوافق مع القرآن الكريم. فالفيديو النهاردة يا جماعة زي ما قلت لكم مهم جدا، والفايدة النهاردة مهمة جدا. وأتمنى لو أنت شخص بتشاهد الفيديو ده تطبقه، لأن بجد فيه الفايدة ليك. الذكر بإذن الله اللي أنت هتقوله بمجرد ما هتقوله قبل النوم بإذن الله، أنت أول ما تستيقظ بإذن الله هتبقى في حفظ الله عز وجل وفي رعايته، وبإذن الله الله عز وجل هيبقى ناصرك وحاميك ومعينك بإذن الله. هتحس حتى أنت بعد ما تستيقظ هتحس الإحساس ده. ايه هو الاحساس يا عبد الله؟ هتحس بالقوه، هتحس بالهيبه، هتحس ان انت مش خايف من اي حد، هتحس ان الله عز وجل معك والله عز وجل معينك والله عز وجل ناصرك. وانا هقول لك كلمه مهمه جدا، لو انت حسيت الاحساس ده في بدايه يومك وخليت اخر يومك اللي هو قبل النوم تقول الذكر ده في بدايه يومك، باذن الله مش هيواجهك اي مشكله غير ما تبقى منصور عليها، ومش هتحتاج او هتطلب اي حاجه من حاجات الدنيا الا وهتبقى محققها ان شاء الله. فالفايده باذن الله هبدا في شرحها وهقول لكم الكلمات اللي انتوا هتقولوها قبل النوم. الفايده دي يا جماعه طريقه تطبيقها سهله جدا، خلي بالكم. بس قبل ما ابدا في ذكر التفاصيل، اتمنى لو انت جديد في القناه تشترك في القناه، ولو انت معايا قديم في القناه اضغط على زر اللايك وادعي لي دعوه تعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا احبابي نسمي الله ونبدا في ذكر التفاصيل والكلمات باذن الله. طبعا يا جماعة، الكلمات بإذن الله كل اللي طالبه منك ان انت هتيجي قبل ما تنام على طول، يعني قبل النوم مباشرة، وبمجرد ما تعمل الفايدة او تقول الذكر ده 7 مرات تنام على طول. والذكر اللي انت هتقوله بإذن الله يا جماعة هو: اللهم باسمك احيا واموت. تاني، اللهم باسمك احيا واموت. هذا هو الذكر يا جماعة اللي جاء في صحيح البخاري: اللهم بك احيا وأموت، اللهم بك أحيا وأموت. هذا هو الذكر بإذن الله اللي انت هتقوله 7 مرات قبل ما تنام. بعد كده ان شاء الله هتقوله 7 مرات، بعد كده طبعا تنام على طول. الأفضل وانت بتقوله تبقى غالق عينيك، يعني وانت بتقوله كده اللهم بك أحيا وأموت، تقول الذكر 7 مرات وانت مغمض عينك لحد ما تنام. بعد ما تستيقظ على طول عايزك تقول الدعاء العظيم ده 7 مرات ايضا. والدعاء اللي هتقوله باذن الله 7 مرات بعد ما تستيقظ، يعني انت قلت ذكر قبل ما تنام، اول ما تصحى على طول بقى من النوم تقول الذكر ده 7 مرات. والذكر يا جماعه هو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. ده الدعاء باذن الله اللي انت هتقوله 7 مرات بعد ما تصحى. يبقى انت قبل ما تنام هتقول دعاء 7 مرات، اول ما تصحى هتقول دعاء 7 مرات اللي هو الثاني. وطبعا تفاصيل الفايده بالكامل انا كاتبها لكم في صندوق الوصف. فبس كده يا حبايبي، اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.